قال رئيس وفد المعارضة السورية إلى جنيف نصر الحريري إنه قدم مذكرة بشأن عمليات التغيير الديموغرافي الذي يقوم به نظام الأسد في سوريا، مشددا على ضرورة خروج الميليشيات الإيرانية من سوريا للبدء في الحل السياسي للأزمة، قائلا إن إيران دولة مارقة وميليشياتها تنفذ مجازر بحق السوريين. كما أوضح الحريري خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه بالمبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا، أوضح أن المعارضة السورية تريد انتقالا سياسيا في سوريا تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن النظام ليس لديه أي جدية في الوصول إلى حل سياسي. من جهة أخرى قال الحريري خلال مؤتمر صحفي إن هناك معلومات عن محرقة جثث أخرى في مقر المخابرات الجوية في حلب. من جنيف معي فرح أتاسي المتحدثة باسم وفد هيئة المفاوضات هناك. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة فرح. بداية إذا أردنا أن نعنون هذه الجولة من جنيف لمن لم يتابع تفاصيلها، كيف ستعودون من جنيف؟ ما العنوان العريض لديكم؟ نعم، نحن نستطيع أن نقول أن هذه الجولة كانت جولة تقنية وليست سياسية على الإطلاق، هي جولة فنية أستطيع أن ألخصها على الشكل التالي. أولاً كانت سريعة جداً، كلنا يعلم أنها عكس الجنيفات السابقة مقتصرة على 4 أيام، كانت مكثفة جداً، طرحت مواضيع مفاجئة منها موضوع آلية مشتركة، آلية دستورية مشتركة وغيرها. تم تجاوز هذه بعض النقاط التي شكلت ربما بعض التضحيات، ولكن لا نستطيع نقول على الإطلاق أننا أحرزنا تقدم في المفاوضات السياسية، لكن هناك وضعت أطر جيدة من الناحية الفنية ومن الناحية التقنية لكي يكون على الأقل هناك بعض لجان المتابعة من قبل وفدنا التي تتابع مع مكتب السيد دي مستورة في إطار الإجراءات الفنية والتقنية حصرا. لكن بكل صراحة لا نستطيع أن نقول أن هناك تقدم في القضية السياسية الرئيسية وهي تحقيق عملية انتقال سياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وما إلى ذلك. طيب، عادة يمدد، يعني في أكثر من مرة مددت الاجتماعات، صحيح؟ بغض النظر دمستورة كان واضحة من الأول بأنه ستكون جولات مختصرة بسبب قرب رمضان أعتقد، هل من أسباب أخرى وتفاصيل إضافية لو سمحتي عن هذا التقدم الفني الذي أحرز؟ نعم، كما قلت يعني لا يوجد داعي طبعا لزيادة أو يعني طلب تمديد هذه الجولة من المفاوضات، لأنه حقيقة حتى مبنى الأمم المتحدة هناك كثير من المناسبات الدولية التي تجري هناك، يعني ونحن يوميا ننتقل من قاعة إلى قاعة لأنه المبنى مكتظ بالمناسبات هذا الوقت. كما قلت نحن لدينا لجان فنية حتى منذ جنيف السابق إلى جنيف الحالي كان هناك تواصل مع مكتب السيد دي مستورة على العديد من المحاور التي نتناقش بشأنها ضمن ملف عملية الانتقال السياسي، أضيفت إليها اليوم يعني طبعا هذه الوثيقة الخارجة عن إطار سلة الدستور وهي وثيقة الآلية الدستورية، أعدناها مجددا إلى سلة الدستور كي لا تخرج عن نطاق لما جئنا إليه هنا. ولكن هناك يعني وفدنا عاد من السيد دي مستورة وأعتقد سيتم تحديد موعد جديد للمفاوضات قريبا وليس بعد فترة طويلة، ربما حتى نعود بعد 3 أسابيع أو في منتصف رمضان، لم يتحدد الموعد النهائي بعد. ولكن كما قلت لك إذا أردنا أن نقول للشعب السوري أننا نحرز تقدما مع النظام في العملية والقضية السياسية فنحن لم نحرز هذا التقدم، ولكن إذا كنا نحرز تقدما على صعيد المفاوضات أو على صعيد العمل مع مكتب السيد دي مستورة ومع الأمم المتحدة وفق البيان 2254 فنحن نحدث تقدما بطيئا في هذا المجال. نعم. فيما يتعلق بالشعب السوري ذكرتيه، ربما طبعا من أولوياته اليوم أبرز ما سيسأل عنه وينتظره أي تغيير على الأرض، تخفيف على الأقل لما يحدث من اشتباكات من قتل متواصل، هل سيكون ولو بنسبة قليلة جدا ما قبل جنيف 6 مختلفا عما بعده؟ هل من تداعيات على الأرض؟
نعم، شكرا كثيرا لطرح لي هذا السؤال، وهو سؤال جدا هام، وبالنسبة لنا بالأخص نحن القوى المدنية المستقلة الموجودة في الثورة، نحن دائما ندفع باتجاه القضايا الإنسانية والقضايا الحقوقية التي تخص الشعب السوري بدرجة الأولى، قضايا المعتقلين، قضايا فك الحصار، قضايا إدخال المساعدات الإنسانية، قضايا المحارق التي تحدث في سجون النظام السوري والتي وثقتها الإدارة الأمريكية، لكن يبدو أن هناك حرص على أن التفاصيل العسكرية والميدانية ربما تناقش في الأستانة ولا تناقش في جنيف، ولكن مع ذلك كما نعلم نحن نصف عدد أعضاء وفدنا هو من الأخوة من الزملاء العسكريين الفصائل العسكرية، وهم طرحوا هذا الموضوع في نعم جلسة أول مع المبعوث الدولي، موضوع الانتهاكات المتكررة التي يقوم بها النظام السوري وحلفائه الروس والإيرانيين على الأرض، وخاصة في المناطق التي قيل أنها مناطق تخفيف توتر، يعني ازداد التوتر في نعم هذه المناطق ولم يقف، فهم رفعوا هذه القضية ولكن ليس بالتفصيلات المطلوبة، لأنهم ربما يودون مناقشة هذه التفاصيل على طاولة الأستانة وإبقاء تفاصيل العملية السياسية وعملية الانتقال السياسي على طاولة جنيف هنا. أنا أشكرك جزيلا على هذه المشاركة معنا سيدة فرح أتاسي المتحدثة باسم وفد هيئة المفاوضات في جنيف، شكرا.